طيب نروح بقى للمونديال ونكمل، ونروح لبعض الاخبار برضو الخاصه باللعيبه والاسطوره هنا تحديدا البرازيلي بيليه اللي ترددت للاسف انباء عن تدهور حالته الصحيه بشكل كبير جدا. يعني كان في تقارير برازيليه اتكلمت ان الاسطوره القرويه ده العظيم اللي الناس على فكره بتحبه من انحاء العالم كلها، فعلا طبعا بيليه من طبعا اللعيبه اللي فينا كده لعيبه او رموز ساحر تلاقي كل الناس بتحبه، ملهاش طبعا علاقه بقى بالانتماءات خالص. هو تم نقله من فتره لقسم الرعايه اسمها التلطيفيه حاجه هناك كده، وليه طبعا سبق وفاز بكاس العالم 3 مرات، وزي ما احنا بنقول اسطوره كبيره جدا، واحد طبعا من اعظم اللاعبين في تاريخ كره القدم. بس المهم ان لو هنتكلم عن حالته الصحيه تحديدا، هو كان خضع عليه جراحه لاستئصال ورم كان في القولون، يعني ده كان السنه اللي فاتت، ومن ساعتها للاسف الشديد حالته الصحيه مش افضل شيء، وبيتردد على المستشفيات بشكل كتير يعني. ومؤخرا كمان تم نقله للمستشفى، وفي صحيفه هناك يعني برازيليه اتكلمت تحديدا امس يوم السبت، قالت ان بيليه لم يعد بيستجيب للاسف للعلاج الكيميائي، وهو الان بيتلقى مسكنات للالام في جناح خاص بالمستشفى. وكان في بقى رسائل دعم كتيره جدا طبعا لهذا النجم الكبير والاسطوره البرازيليه، منها رساله كانت من مبابي طبعا مهاجم منتخب فرنسا اللي كتب على تويتر كده: اصلي من اجل الملك، كمان نتمنى النجم البرازيلي السابق ان هو تمنى لي النجم البرازيلي السابق برضو ريفالدو الفائز مع بلاده بلقب مونديال 2002 برضو الشفاء لبيليه، كان على برضو تويتر. ونادي سانتوس البرازيلي برضو اللي سبق ان لعب بيليه لي في صفوفه كتب كده: العالم بأكمله يساندك ونتمنى ليك الأفضل. ف خبر اكيد مش افضل شيء خبر طبعا، هو حزين اسطوره كبيره لكن ومش كبير في السن برضو يعني، لكن واضح ان الموضوع سيريس الى حد بيليه ده يا نهاوند، يا خبر ابيض يا خبر ده، يعني الواحد حتى ما بيبقاش عارف لما يجي يتكلم عنه يقول ايه ولا ايه. احنا بنتكلم بصراحة عن ساحر من سحره كره القدم، بنتكلم عن لاعب فذ استثنائي ايقوني، ما فيش اتنين في اي زمن من الازمنه اللي سواء اللي عصرته او اللي تابعت ماتشاته او اللي حتى الاجيال اللي بعد كده، ما فيش مساحه ابدا للاختلاف حوله في وجهات النظر. يعني عارفه يا نهاوند، حد زي مثلا ميسي، حد زي كريستيانو رونالدو، حد زي ليفاندوفسكي، الاسماء دي طبعا مش محتاجه اقول لك، انت عارفه هم واصلين لدرجه ايه. بس هنقول ايه، وارد انك تلاقي حد يقول لك لا انا ماليش في ليفاندوفسكي، لا انا ما بشوفش ان كريستيانو رونالدو، وارد، لكن بيليه استحاله استحاله. فطبعا بنتمنى له الشفاء العاجل.